للوقوف على آخر التداعيات الميدانية تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا آية الخطيب. آية أهلا بك. آية، ضعينا في صورة الأوضاع لديك عقب انطلاق مسيرة ما تسمى أو مسيرة الأعلام اليهودية في القدس المحتلة، ما هي التطورات الميدانية لديك الآن؟ نعم، يعني الآن انتهت مسيرة الأعلام من عند أدراج باب العمود، ولكن الاستفزازات بحق المقدسيين وبحق الصحفيين لم تنتهي. نحن نقف هنا منذ دقائق وقد تعرضنا للشتائم ونتعرض للاستهزاء، رغم أن الشرطة تتواجد بجانبنا ولكن لا تقوم سوى بحماية المستوطنين. يعني كما تشاهدون هنا على الشارع الرئيسي هناك تجمع للمستوطنين، ويبدو أنهم يتجهون نحو الشيخ جراح للاعتداء على المواطنين هناك. بالعادة وفي كل عام يبدأ هؤلاء المستوطنين وهم صغار في السن، يبدأوا باعتراض سيارات المقدسيين وبضرب المركبات بالحجارة، ولكن الشرطة تسمح لهم بالقيام بذلك. يعني هذا اليوم هو يوم الأصعب، لعله الأصعب على مدينة القدس وعلى المقدسيين، وهم يشاهدون كيف تتلوث سماء المدينة بصريا بأعلام الاحتلال، حيث يسير عشرات الآلاف حاملين أعلام الاحتلال للاحتفال بما يدعوه احتلال شطري المدينة الشرقي والغربي. ونحن نقف هنا الآن نتعرض للشتائم من هؤلاء المستوطنين، يهددون أن يقوم بتهديدنا بأنهم سيعتدون علينا، وأيضا قبل قليل وخلال المسيرة قاموا بإطلاق الشتائم على الدين الإسلامي، وقاموا أيضا بالاستهزاء بالأذان، قاموا بتقليد الأذان بطريقة استهزائية. شاهدنا كيف وصل المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى باب العمود، وقام أيضا بالرقصات الاستفزازية في عند أدراج باب العمود. الآن المسيرة أكملت طريقها باتجاه الحي الإسلامي، وبعد الانتهاء من الحي الإسلامي ستتجه نحو حائط البراق. هذه هي الأجواء. بالطبع أود التأكيد على أن الاحتلال قام بالاعتداء على مجموعة من الشبان المقدسيين، وقام بإطلاق الرصاص المطاطي اتجاه كل من حاول التجمع في شارع صلاح الدين، بينما سمح لعشرات آلاف المستوطنين بالاعتداء على المقدسيين كيفما أشاءوا. نعم آية، إذا ما أردنا أن نقرأ مستقبلا أو نقرأ إلى الأمام، ما هي أبعاد هذا الاستفزاز داخل يعني مشهد الاحتلال وفي الشارع الفلسطيني؟ يعني ما هو المتوقع؟ يعني المتوقع هو كل عام تحدث ذات المسيرة، ولكن ما لاحظناه هذا العام وبعد صواريخ المقاومة التي انطلقت خلال الأيام الأخيرة، بأن أعداد المستوطنين الذين شاركوا في هذه المسيرة كانت قليلة جدا مقارنة بالأعوام السابقة. حتى الاقتحامات التي شهدناها صباح هذا اليوم لم تتجاوز 1200 مقتحم، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالعام المنصرم، تقدر بنحو النصف. ولكن ما هو المستقبل؟ نحن اعتدنا ستتم هذه المسيرة الاستفزازية، تنتهي ثم تعود منطقة باب العمود، تعود القدس عربية. الآن سنتجه نحو باب العمود وسنرى كيف يجلس الشبان المقدسيون من جديد على أدراج باب العمود بعد أن تنتهي هذه المسيرة. نعم آية الخطيب، نشكرك جزيل الشكر، مراسلتنا كنت معنا من القدس المحتلة وأطلعتنا على آخر التفاصيل لديك، شكرا جزيلا لك.